بسم الله الرحمن الرحيم. نلتقي اليوم في درس جديد، هو الدرس الثامن، ودائما يدخل في إطار السلاسل الزمنية والتنبؤات. ونتطرق اليوم إلى طريقة جديدة اسمها طريقة إكسبر مودلر. هذه الطريقة طبعا وهي للأسف مش موجودة في برمجية فيوز، وإنما موجودة في برمجية SPSS وبرمجية R وغيرها من البرمجيات اللي تعتمد على لغات البرمجة وغيرها. هذه البرمجية أو هذه الطريقة بشكل مختصر هي تساعد الباحثين والمختصين خصوصا المتقدمين منهم في تحليل بياناتهم في السلاسل الزمنية والانحدارات من خلال التعرف السريع على أفضل النماذج التي تحقق المميزات المطلوبة وتستجيب لاختباراتها وشروطها، مما يسهل عليهم الحصول على توقعات في زمن قياسي. وهذه الطريقة مثل ما قلت هي تستخدم يعني في الكثير من البرمجيات، وهي تستخدم عدد كبير من الخوارزميات اللي تسمح لها باختصار مراحل الطرق الأخرى الكلاسيكية. تستخدم مثل الOLS أو Exponent Small Thing أو أريما وغيرها، وعليه فهي مفيدة للمختصين والباحثين المتقدمين، لكنها غير مفيدة للطلبة والباحثين المبتدئين، لأنها لا تسهل لهم حل المشاكل بطرق منهجية وفق مراحل، كما أنها في بعض الأحيان لا تعطينا نتائج جيدة. لا أقول نتائج جيدة، وإنما قد تكون نتائجها نوعا ما مخالفة للنتائج المعروفة أو المعطى بشكل ممنهج وهكذا. هذه الطريقة يعني زي ما عرفها يعني هي معرفة في الشركة، عند الشركة IBM SPSS في الكتالوج بتاعها. هي زي ما بنلاحظ هي عبارة عن طريقة يعني صح التعبير تستخدم يعني الكثير من يعني هي اوتوماتيكلي، هي بشكل آلي تلقائي، هي بتحاول إيجاد the best fitting model، وبتستخدم كما قلت في العديد من النماذج، مثل كما قلت نماذج أريما، نماذج الانحدارات، نماذج حتى المتغيرة النماذج الفار وغيرها من هذه النماذج. يمكن ملاحظتها في كما قلت في دليل شركة IBM SPSS. تمتاز بشكل عام كما قلت، تمتاز بأنها يعني أنها تعطينا أفضل القيم الأريمة اللي استخدمناها في أريمة، تعطينا كذلك تستخدم في عدة استخدامات في عدة بيانات، كما تقوم بتفكيك يعني تفكيك المركبات الفصلية، ويعني بتعطينا أيضا تستخدم حتى الدورية. نحاول نستخدم إن شاء الله هذه الطريقة في مثال السابق لمقارنة نتائج هذه الطريقة، طريقة إكسبر مودلر، بطريقة بوك جينكينز والنتائج التي تحصلنا عليها في الدرس السابق. إذن باستخدام كما قلت SPSS، الآن إذا كان لدينا نفس السلسلة السابقة وهي سلسلة الكهرباء، استهلاك الكهرباء، فنذهب مباشرة عندما نفتح برمجية SPSS، فنلاحظ أن هذه المعطيات موجودة على النحو التالي. إذن هي من 2001 إلى غاية 2016-12. فمباشرة عندما نريد تحليل هذه السلسلة نذهب إلى أناليس، فنذهب إلى Forecasting، فنذهب إلى Create Models. فلما نذهب إلى Create Models أوكي، فماذا نلاحظ؟ نذهب إلى Variable، فهنا كما قلت هي تستخدم، نذهب إلى Boxed Dialog، صندوق الحوار، فبنلاحظ هنا هذا الصندوق مخصص للمتغيرات التابعة، للمتغير التابع،
وهنا مخصص للمتغيرات المستقلة، بمعنى أننا حتى الانحدارات أو حتى نماذج فار يمكننا أن نستخدمها هنا، لكن بما أننا أمام سلاسل زمنية فنضع هنا اسم السلسلة الزمنية أو رمزها. بعدين نذهب هنا إلى ميثود، فبالله ماذا نلاحظ؟ نلاحظ هناك ثلاثة طرق أساسية، هي Expert Modeler، External System Thing يعني أنه حتى SPSS بيعالج طرق التمهيد الأسي، وأريما. نحن الذي يهمنا هو فإذا ذهبنا مثلا إلى أريما فبنلاحظ أنه يعطيني تحديد كما قلنا سابقا درجة الانحدار الذاتي البسيط، درجة الانحدار الذاتي والمتوسطات المتحركة وغيرها. وأما إذا رجعنا مثلا إلى هنا بالنسبة لـ Expand Smoothing فبنلاحظ أيضا بيعطيني هل سنستخدم Expand Smoothing البسيط أو الـ Holt Winters أو براون أو غيرها من هذه الطرق، سواء بتغيير كذلك السلاسل بإدخال الجذر التربيعي أو باستخدام اللوغاريتم الطبيعي وغيرها. لكن أنا هنا أريد أن أستخدم هذه الطريقة Expert Modeler. فعندما نذهب إلى كريتر فماذا نلاحظ؟ نلاحظ أنه يقول لنا أنتم باستخدام هذه الطرق الخبيرة هل تريدون استخدام فقط من نوعيات أريما أو باستخدام طرق التمهيد الأسي أو أي نموذج يخطر على بالكم، يعني ويعطينا نتائج جيدة نستخدمه. فنحن نطلب منه مختلف النماذج التي تعطينا نتائج جيدة، فنعمل OK Continue. بعد ذلك نعمل OK، أو قبل ذلك قبل ما نعمل OK يمكننا أن نطلب بعض الأشياء من هذا النموذج. إذا بنطلب منه أيضا نطلب منه بعض الإحصائيات، مثلا موجودة هناك إحصائيات كثيرة، إحصائيات الجودة، هنا جودة المطابقة، البواقي مثلا هنا البواقي لدالة الارتباط البسيطة والجزئية، وR سكوير ستاسيونري إلى غير ذلك. بنطلب منه مثلا المنحنيات، موجودة هنا مثلا منحنيات دالة الارتباط البسيطة الذاتي والبسيطة والجزئية وغيرها من هذه الأشياء. بعد ذلك بنعمل OK فبيعطيني مختلف النتائج المتعلقة بهذا النموذج بداية من هنا. فهو يقول لي أن أفضل نموذج لديك هو النموذج من نوع أريما 0.1.18، يعني أنه درجة الانحدار الذاتي هي 0 والتفاضل أو درجة التكامل أو درجة الفروق هي 1، يعني فرق من الدرجة الأولى. وأما درجة Moving Average فهي 18، وهذا يبدو غريبا هنا. يعطيني كذلك مختلف الأشياء الأخرى التي تتعلق بهذا النموذج. يعطيني بالنسبة لهاتين هما دالتي الارتباط الذاتي البسيطة وبواقي دالتي الارتباط الذاتي البسيطة، هذه هي قيمها وأقصى قيم فيها وأدنى قيم، وهذه بالنسبة لدالة الارتباط الذاتي الجزئية. وبيعطيني أيضا هذه الدوال داخل المجالات، يعني في وضعيتها مع مجالات الثقة إلى غير ذلك. فالشاهد عندنا هنا هو أننا نأخذ يعني درجات هذا النموذج. الآن هذا النموذج طبعا إذا ذهبنا إلى برمجية إيفيوز فأننا نريد تقدير هذا النموذج، يعني هو هذا النموذج. فهذا النموذج هو سيكون للسلسلة الماضية التي استخدمناها، هي عند يعني طبعا هي ستكون من النوع S اللي هي الفصلية، يعني قمنا بفرق واحد بإلك، ودرجات اللي موجودة فيها كما قلنا في النموذج هي موجودة يعني في النتائج، واحد تمثل الفرق الأول و 18 هي درجات المتوسطات المتحركة، يعني من 1 إلى غاية 18 في الدرجات في المتوسطات المتحركة. وعليه فإننا
سنأخذ بهذا النموذج. إذا أخذنا هذا النموذج الآن ووضعناه في برمجية فيوز لنفس السلسلة هذه السابقة وأردنا أن نعمل له عملية التقدير بطريقة المربعات الصغرى بطريقة Moving Average، فإما بحيث ننزع هنا مثلا ألاس لأننا هنا سنقوم مباشرة باستخدام Quick Estimate Equation، فنعمل OK لنفس السلسلة كما قلنا سابقا، فستعطينا النتائج التالية. ماذا نلاحظ حول هذه النتائج؟ نلاحظ أولا أنه لا يوجد لدينا في أولا المعنوية الإحصائية لهذا النموذج تقتصر على الثابت فقط الذي لديه معنوية جزئية، بينما بقية المعالم الأخرى ليس لديها معنوية جزئية. قيمة سيجما سكوير هي 6111.44 6110.44. قيمة أكايك هي 11.92. قيمة شوارتز كريتيريون هي 12.28. وأرت سكوير هي 6.46. الآن إذا وضعنا هذه النتائج وضعناها مقابل النتائج التي تحصلنا عليها في الحصة الماضية، فماذا سنجد؟ سنجد أولا أن عدد المعالم المعنوية كما قلنا بالنسبة لمودلر هو واحد فقط ويتمثل في الثابت، وأما باستخدام طريقة بوكر جينكينز التي تحصلنا عليها في الحصة الماضية والدرس الماضي هي 2. بالنسبة لسيجما سكوير نجد أن قيمة سيجما سكوير هي بالنسبة للنموذج نموذج باستخدام طريقة إكسبير مودلر هي 11.94 بالنسبة إلى قيمة أكايك، وهي 12.29 بالنسبة إلى قيمة، لكن قيمة التذبذبات هي أقل بالنسبة إلى نموذج بوكس جينكينز. قيمة R سكوير هي 0.40، هي أفضل من القيمة التفسيرية لنموذج بوكس جينكينز، لكن أهم معيار من هذه ربما المعايير هو معيار أكايك، فبنلاحظ هنا أنه معيار أكايك هو أقل من النموذج النموذج باستخدام طريقة مودلر. وكما أنه نموذج مودلر إذا لاحظنا هنا على الرغم من أنه يعني هناك معنوية كلية للنموذج، إلى أن النموذج هنا لا يوجد لديه معنوية إحصائية لأي من متغيراته هنا، ولذلك فإنه ربما في هذه الحالة على الرغم من أنه نموذج سريمة يعتمد على النموذج باستخدام هذه الطريقة إكسبير مودلر يستخدم يعني طرق حديثة وخوارزميات جينية وشبكات عصبية وغيرها، إلى أنه يظهر لنا في هذه الحالة أن النموذج باستخدام طريقة بوكس جينكينز هو أفضل في هذه الحالة. نشكركم على حسن إصغائكم ومتابعتكم وشكراً.